السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها رد على شتائم نصر الله وأكد مواصلة الحوار لحماية لبنان. الحريري: عاصفة الكراهية وليدة الإحباط ولا تستحق سوى الإهمال. طائرات التحالف العربي تواصل دك مواقع الانقلابيين في اليمن وقصف تحركات الحوثية على الحدود. عملية انتشار سريعة وخاطفة للجيش في السلسلة الشرقية ووحداته تسيطر على مواقع للتنظيمات الإرهابية. صباح الخير. رد الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي هاجم بعنف المملكة العربية السعودية، وقال الحريري عبر تويتر: استمع اللبنانيون لعاصفة من الكراهية ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأضاف: إن عاصفة الكراهية لا تستحق سوى الإهمال لأنها وليدة الغضب والإحباط والتوتر، لافتا إلى أن مصلحة بلدنا تعلو فوق كل اعتبار، ومؤكدا على ضرورة مواصلة الحوار لحماية لبنان. رد الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالقول إن اللبنانيين استمعوا إلى عاصفة من الكراهيات ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ردا على عاصفة الحزم ضد التغلغل الإيراني في اليمن. واعتبر الرئيس الحريري عبر تويتر أن عاصفة الكراهية لا تستحق سوى الإهمال لأنها وليدة الغضب والإحباط والتوتر، مشيرا إلى أن الإصرار على وضع مصالح إيران فوق مصلحة لبنان أمر قائم منذ سنوات لن نعترف بجدواه ولن يدفعنا اليوم إلى مجاراته بردود متسرعة. وشدد الحريري على أن العلاقة مع السعودية ودول الخليج كانت وستبقى أكبر من أن تهزها الإساءات والحملات المغرضة، إذ أن المملكة قدمت للبنان والدول العربية الخير والسلام والدعم الأخوي الصادق، وسواها قدم ويقدم مشاريع متطورة للحروب والنزاعات والهيمنة. وختم الحريري الرد: لأن مصلحة بلدنا تعلو فوق كل اعتبار، فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة الحوار لحماية لبنان. وكان نصر الله قد شن هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا عملية عاصفة الحزم بالعدوان. نصر الله لم يوفر تركيا وباكستان وقطر وبقية دول الخليج من هجومه. ندعو إلى وقف هذا العدوان من الآن، ندعو إلى استعادة مبادرات الحل السياسي في اليمن وهو أمر ممكن قبل العدوان وبعد العدوان. قال الإخوة في اليمن أنهم يقبلون الحوار في مسقط أو في دولة محايدة، تفضلوا إلى الحوار. أنا لا أعرف قرارهم الآن هل يقبلون الذهاب، ولكن هذا ما أسمعه في الإعلام. أنا أؤمن بأن سماحة الإمام السيد علي الحسين الخامنئي إمام المسلمين وولي أمر المسلمين. نصر الله اتهم المملكة العربية السعودية بعرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان، مؤكدا مواصلة الحوار مع تيار المستقبل، ومهاجما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومن أدلوا بشهاداتهم أمامها. منذ البداية نحن اخترنا الحوار لمصلحة وطنية، مصلحة بلدنا، أنه حزب الله وتيار المستقبل يقعدوا يحكم مع بعض، والمصلحة أنه كل الناس يقعدوا بلبنان ويحكوا مع بعض، كل القوى السياسية والاتجاهات السياسية. والسقف كان منطقي وواقعي، وهو تخفيف الاحتقان المذهبي خصوصا ومنع انهيار البلد. لا يعنينا كل ما يقال في هذه المحكمة، وده منتهي. نحن سنواصل هذا الحوار طالما أنه يمثل مصلحة وطنية وليس حاجة فئوية في الحقيقة. الذي يعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان هي السعودية. لماذا تحملون إيران التي لا علاقة لها بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد؟ لفت مندوب السعودية والمتحدث باسم دول الخليج في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إلى أن الإسلام يتعرض لحملات تشويه من الداخل والخارج، معتبرا أن داعش والقاعدة وحزب الله يشوهون الإسلام من الداخل. ورأى المعلم في كلمة له في مجلس حقوق الإنسان أنه من الضروري منع القوى المتطرفة كحزب الله والمسلحين الحوثيين من فرض إرادتهم السياسية على الفئات الأخرى بالقوة المسلحة، مشيرا إلى أن المملكة تدعو دائما إلى إيجاد قنوات للحلول السياسية.
ميدانيا، لم تهدأ بعد عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية، وهي تواصل دك مواقع ميليشيات الحوثيين لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى أماكن تخزين الذخيرة وطرق الإمداد في صعدة وشادة وصنعاء ومأرب وعدن. اليوم الثاني على التوالي واصلت عاصفة الحزم ضرب الانقلابيين بقصف منطقتي في صعدة شمال البلاد التي تعد المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين، حيث استهدفت الغارات منطقة كتف البقاع في شمال صعدة، كما تعرضت منطقة شدة لقصف جوي أيضا، وقتل 20 مسلحا من المتمردين الحوثيين في كمين نصبه مسلحون بمحافظة لحج بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وفي صنعاء أفيد عن انفجارات عنيفة هزت العاصمة تزامنت مع أصوات إطلاق المضادات الأرضية بكثافة، بينما نفذ التحالف العربي غارات جوية ضد عناصر الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في قاعدة الاستقبال العسكرية عند المدخل الغربي للعاصمة. وفي مآرب شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية استهدفت معسكر ماس التابع للحوثيين في منطقة الجدعان، بينما استهدفت غارات أخرى معسكرات تدريب وقواعد صواريخ ومخازن للأسلحة في كل من صنعاء ومآرب. وتدور اشتباكات أيضا داخل مطار عدن الذي سيطر الحوثيون على مدرجه، بينما تسيطر اللجان الشعبية الجنوبية على صالة المغادرة وبرج المراقبة وبقية مكاتب المطار. وبينما ترددت أنباء عن توجه قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى اليمن للإشراف على المعارك، نشر فيديو على الإنترنت يظهر مجموعات من الباسيج الإيراني تنتقل إلى اليمن عبر البحر لمساندة المتمردين الحوثيين. مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد العسيري أكد في المؤتمر الصحفي اليومي لقوات التحالف أن العمليات العسكرية تمكنت من قطع طرق الإمداد للمتمردين بين صنعاء وصعدة. لن يسمح لأحد كائنا من كان بإمداد الميليشيات الحوثية بأي نوع من الإمداد، والقوات التحالف تعمل على تحقيق أهدافها بهدف محدد للعملية التي سميت عاصفة الحزم، وهو دعم شرعية الحكومة والرئيس اليمني وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. أنه هناك سيطرة جوية كاملة على المجال الجوي فوق جمهورية اليمن، وبالتالي جميع التحركات مرصودة، يوجد دوريات جوية مستمرة على مدار الساعة لمراقبة التحركات على الأرض، وإذا ما ثبت لقوات التحالف أن التحركات أو العربات أو القوافل التي تستخدمها الميليشيات الحوثية تحتوي إمداد للميليشيات سوف يتم استهدافها كما أشرنا خلال الإجازة. أكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية أن طائرة من نوع F-15 أصيبت بعطل فني مساء أمس وهي فوق البحر الأحمر، مما اضطر الطيارين لاستخدام مقاعد النجاة، وقد تم إنقاذ الطيارين بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهما بصحة جيدة ومعنويات عالية. وقد أجرى وزير الدفاع اتصالا مرئيا بالطيارين في مكان وجودهما بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، اطمأن خلاله على صحتهما، وقد طلب منهما أن يواصلا أداء مهامهما العسكرية بشكل فوري. في المواقف، أبلغت واشنطن الرياض أنها ستحارب بكل قوتها من يعتدي على السعودية. تتوالى الردود الدولية والعربية على العملية العسكرية عاصفة الحزم ضد مواقع للانقلابيين الحوثيين في اليمن، إذ يدرس مجلس الأمن الدولي إصدار مشروع قرار يدعو فيه الحوثيين إلى وقف الأعمال العدوانية فورا ومنحهم 3 أيام قابلة للتفاوض للالتزام بالقرارات الدولية السابقة والانسحاب من العاصمة صنعاء وكل المدن الرئيسة. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لفت إلى أن وزير الخارجية
الخارجية السعودي سعود الفيصل أبلغه بأن التدخل العسكري في اليمن تم بطلب من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وفيما أعلنت برلين بلسان وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير تفهمها للتدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في اليمن وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية العالمية. من جهته استبعد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن تمتد عاصفة الحزم لأسابيع، لافتا إلى إمكانية حصول عمليات برية إذا استدعى الأمر ذلك. ياسين الذي أشار إلى أن عبد الله صالح والحوثيين يلفظون الرمق الأخير أوضح أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي يحمل مشروع مارشال لوحدة اليمن، لافتا إلى وجود وعود عربية ودولية لإعادة تنمية اليمن. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال لقاء جمعه والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة قبيل انطلاق القمة العربية في شرم الشيخ اعتبر إن ما تتعرض له دول المنطقة يستدعي إقامة قوى عربية موحدة يكون هدفها الأساسي الدفاع عن الدول العربية ومصالح شعوبها. عملية عاصفة الحزم كانت محور بحث جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولين غربيين في مدينة لوزان السويسرية. من جهته ندد خطيب جمعة طهران آية الله قاذم صديقي بما سماه العدوان السعودي على اليمن، مؤكدا قدرة الشعب اليمني في تقرير مصيره بنفسه والتصدي للتدخلات الأجنبية. تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية العادية في دورتها 26 برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ قمم عدة. ويأتي اجتماع القمة بعد أيام على انطلاق عملية عاصفة الحزم العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، والتي بلا شك ستتصدر أعمال القمة، إضافة إلى اقتراح إنشاء قوة عربية مشتركة ويتوقع أن تكون على قدر تطورات حزما، إلى جانب عدد من البنود الأخرى كتطورات القضية في فلسطين والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق. إلى ذلك يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة على رأس وفد وزاري. صحيفة النهار ذكرت أن سلام سيعلن موقفا من الحدث اليمني استنادا إلى مضمون البيان الوزاري الذي يلتزم النأي بلبنان عن الصراعات، من غير أن يعني ذلك أن لبنان لا يؤيد الشرعية في كل دولة عربية وأجنبية. في النشرة بعد الفاصل. حريق هائل في ذوق مصباح. أهلا بكم من جديد. انفجار خزان للغاز يسفر عن حريق هائل في أحد معامل المدينة الصناعية في ذوق مصباح. التقرير سلمان العنداري. انفجر خزان للغاز داخل معمل للعطور ومستحضرات التجميل في المنطقة الصناعية في ذوق مصباح، ما أدى إلى حريق هائل. فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق والسيارات التي طالتها النيران، فيما لم تسجل إصابات بالغة بحسب الصليب الأحمر اللبناني. الوضع هلأ تحت السيطرة، يعني كان المعمل في كتير مواد ملتهبة من عدة أصناف. الحمد لله أنه إصابات ما في عنا إصابات تذكر. الإليات كلها إجت من عدة مناطق. أول مرحلة إجوا اللي هني موجودين بالبقعة هون، وعلى التيسير حسب السعر وصلنا وكفينا الشغل لحتى مثل ما شايف هلأ بمرحلة إذا بدك تبريد بنسميها، لحتى ما ترجع تقب النار شي مطرح يكون في شي خزانات. كنا عم ناكل بسناك ولا بنسمع شي مثل فقعة كبيرة وتكسر الإزاز، إنه عاد صار العالم كلهم يهربوا هيك يردوا. الحريق بدأ عندما تحطمت ماسورة غاز من صهريج أثناء دخوله إلى المعمل، ما أدى إلى تسرب الغاز وانفجاره وتمدده. وكيلة الشركة أكدت لتلفزيون المستقبل أن المعمل مطابق لمعايير السلامة العامة. يلي صار إنه في فان صغير عم بيعبي غاز، الفان برا من المعمل من ميلة ورا من ميلة يعني من ميلة تحت في زاروب صغير، هيدا الفان فات لجوا شبق بشي يعني في حديدة شبق في بخش معه ستان غاز، فولع الكاميون يلي عم بيعبي وأدى لدخوله على المعمل. يشار إلى أن الحريق الذي تمت السيطرة عليه يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وستحسم التحقيقات الجارية أسبابه.
عزز الجيش اللبناني من مواقعه في منطقة جرود عرسال بعد عملية سريعة وخاطفة هدفت وفق بيان مديرية التوجيه إلى منع تسلل الجماعات الإرهابية والاعتداء على المواطنين. ما زالت منطقة جرود عرسال مسرحا لعمليات الجيش الذي يعمل على تعزيز مواقعه والدفع إلى تأمين القرى والبلدات المتاخمة للحدود الشرقية منعا لتسلل الجماعات الإرهابية والاعتداء على المواطنين. ففي عملية سريعة وخاطفة نفذت فجر الجمعة تمكنت وحدات الجيش من السيطرة التامة على بعض المواقع التي كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية بين الحين والآخر للتسلل والاعتداء على مواقعه. وقد تمركزت قوى الجيش في هذه المواقع وباشرت تنفيذ الإجراءات الميدانية لتأمين حمايتها وربطها مع سائر المراكز العسكرية الموجودة في المنطقة. وفي سياق متصل أوقف الجيش المدعوين أحمد علي كرنبي وعلي عبدالله كرنبي في عرسال، وهما مطلوبان لمشاركتهما مع المجموعات الإرهابية في الاعتداء على مراكز الجيش في البلدة خلال أحداث آب الماضي والهجوم على مبنى فصيلة قوى الأمن الداخلي وخطف عدد من عناصرها. قيادة الجيش أعلنت مقتل المدعو محمد خالد حمود وتوقيف المدعو عماد أحمد زرارة والسوري صالح لمحمد، بينما كانوا ضمن مجموعة 7 أشخاص حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية عبر معبر غير شرعي بالقرب من المصنع. وقد عمدت قوة الجيش إلى مطاردتهم وأطلقت النار عليهم بعد إنذارهم فلاذوا بالفرار، وأصيب بنتيجة ذلك حمود وأوقف الآخران بينما فر الباقون. في ختام زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى واشنطن، اجتماع إلى نظيره الأمريكي جيل جونسون وتأكيد على أهمية التعاون وتفعيل التواصل بين القادة الأمنيين في البلدين. أنهى وزير الداخلية نهاد المشنوق زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية باللقاء مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون بحضور نائبه فرانسيس تايلر لشؤون التحليل والمخابرات ووفد من وزارة الأمن الداخلي. الوزير الأمريكي حي المشنوق على جهوده وجهود الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في التصدي للمجموعات الإرهابية وخصوصا عملية سجن رومي والخطط الأمنية التي قامت بها في مختلف المناطق اللبنانية. وتناول جونسون قرار مجلس الأمن 2178 الخاص بتقييد حركة الإرهابيين والمقاتلين الأجانب بين الدول والأفكار المطروحة لناحية عقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتفعيل وتطبيق القرار. المشنوق اعتبر أن الإرهاب أصبح معولما ولذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحته، وهو الأمر الذي عرضه الوزير المشنوق خلال الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية العرب. وأكد الطرفان على أهمية التعاون وتفعيل التواصل بين القادة الأمنيين في البلدين. رأى وزير الصحة وائل أبو فعور أن قيادة المملكة العربية السعودية لعملية عاصفة الحزم كانت خيارا شجاعا ومرا، معتبرا أن هذه العملية ليست دفاعا عن أمن المملكة فحسب بل عن أمن الوطن العربي بأكمله لمنع استمرار استباحة الوطن العربي وبعثرة مجتمعاته وتمزيق الوحدة الوطنية فيه من قبل إيران أو غيرها. وقال الوزير أبو فعول لصحيفة الشرق الأوسط إن شعور النظام السوري بالراحة في معركته عبر سيطرته على كامل الحدود مع لبنان سيعني عودته للتدخل بالشأن اللبناني سياسيا وعبر الاغتيالات. وأشار أبو فعور إلى أن وليد جملاط قام بواجباته في موضوع دروس سوريا مشددا على ضرورة ابتعادهم عن النظام وانحيازهم إلى أبناء بلدهم. من معراب شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحل في اليمن يكون بالعودة إلى مقررات المبادرة الخليجية، أما الحل في لبنان فيكون بمشاركة المقاطعين في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لا حل في اليمن إلا بالعودة إلى مقررات المبادرة الخليجية والحوار الوطني واحترام الشرعية المنتخبة المتمثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي. وخلال استقباله وفدا من دائرة الثانويات في مصلحة الطلاب في الحزب طمأن إلى أنه وبالرغم مما يحصل في المنطقة فإن جذور المجتمع اللبناني ضاربة في الأعماق، وأن الثغرة الرئيسية التي يعاني منها الوطن في الوقت الراهن هي تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال أن لا خلاص من التعطيل إلا بمشاركة المقاطعين في جلسات الانتخاب في مجلس النواب، مضيفا أن كل الفرقاء السياسيين متفقون على المحافظة على استقرار لبنان الذي يبذل من أجله الجيش والقوى الأمنية جهودا جبارة للحفاظ على أمنه.
من دار الفتوى رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالعملية العسكرية في اليمن. نقل نقيب الصحف عون الكعكة عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد زيارته على رأس وفد ترحيبه بالقمة العربية المرتقبة في بكركي، إضافة إلى موقفه من حملة عاصفة الحزم العسكرية في اليمن. إن المملكة وبعد أن استنفذت جميع الوسائل السياسية لحل المشاكل لجأت إلى الحل العسكري الذي كان صائبا، وقد حاولت المملكة معالجة الأمر بالطرق السياسية، ولكن كل الطرق التي اتبعتها لم يستجب الطرف الآخر، وكل المبادرات الطيبة والدبلوماسية التي حاولنا بها لم تجد آذان صاغية، فكان لابد من اتخاذ القرار الصعب ولكنه المناسب. المفتي تناول انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي ستعقد في أيار المقبل. مقبلون على انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 10 أيار المقبل، ومن هنا أقول أننا لن نتدخل بأي شكل من الأشكال بهذه الانتخابات، وأي نتيجة تأتي هذه الدار للجميع. وندد المفتي دريان بالإرهاب معتبرا أنه غريب عن المجتمع، وما يحصل من قتل وذبح وتهجير هو ليس من الإسلام الذي علمنا المحبة والأخوة والتسامح. فيما تستعد بكركي لفتح أبوابها أمام رؤساء الطوائف لاستضافة القمة الروحية لتشكيل قوة ضغط إضافية على الزعماء المسيحيين والمسلمين على حد سواء لاستعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سجل تطور على خط الرابي معراب تمثل بتسليم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون إلى رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية ملحم رياشي بحضور النائب إبراهيم كرعان ورقة النيات التي تحمل بعض التعديلات الطفيفة على مسودة الاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ هذه الورقة طريقها للإقرار. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الثوار في سوريا يتوغلون في مدينة إدلب. أهلا بكم من جديد. في سوريا وبعد نجاح الثوار في السيطرة على حواجز عسكرية عدة تحيط بمدينة إدلب، آخرها حاجز الكهرباء من الجهة الشرقية وحاجز صباح قطيع من الجهة الشمالية الشرقية، تمكنوا من التوغل بالمدينة التي يتحصن فيها شبيحة الأسد، واستطاعوا نقل المعارك من محيط المدينة إلى داخلها. في المقابل كثف طيران الأسد من غاراته على المناطق السكنية موقعا عشرات القتلى والجرحى. من جهة ثانية قال اتحاد التنسيقيات إن معارك عنيفة ما زالت تدور بين مسلحي حزب الله والثوار بالقرب من مدينة الزبدان بريف دمشق وسط قصف عنيف من قبل كتائب الأسد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الميليشيات الموالية لإيران لم تعد تشارك في المعركة الجارية لاستعادة مدينة تكريت من تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الوزارة إن 4000 من القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تشارك في عملية تكريت، وهو عدد كاف للقيام بهذه المهمة، وأشار إلى شن 3 ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في تكريت في الساعات الماضية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. رد على شتائم نصر الله وأكد مواصلة الحوار لحماية لبنان. الحريري: عاصفة الكراهية وليدة الإحباط ولا تستحق سوى الإهمال. طائرات التحالف العربي تواصل دك مواقع الانقلابيين في اليمن وقصف تحركات حوثية على الحدود. عملية انتشار سريعة وخاطفة للجيش في السلسلة الشرقية ووحداته تسيطر على مواقع للتنظيمات الإرهابية. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.